الراجل ده دخل العيد بتاعتي وقعد فيها قدام الناس كلها. محل محل يا باشا. ولي عهد الحياسة. مين حضرتك؟ عبد العزيز عبد الرحيم. طيب تعالى اهو. اهو شفته؟ استنى بقى يا باشا. اهو ده ملكية تاني بتاعت انا اللي من الاول يعني. طيب فين بقى دولة القانون؟ انا عايز دولة القانون. بص يا باشا، ها والله انا بالنسبه لي العقدين سلام، والله اقدر اعمله محضر اثبات حاله ليكم انتوا الاثنين، والقضاء هو اللي يفصل بينكم وبين بعض. اه جات لك ميري يا حبيبي، توكل على الله. يلا يا ابني. ماشي يا حبيبي، هنشوف مين اللي هياخدها في الاخر. ماشي يا عبد العزيز. بقول لكم انتوا الاثنين مش عايز اي دوشه في الشارع ولا مشاكل، يا تتصالحوا بهدوء يا ترفعوا على بعض اهوت، واللي هيكسب هننفذ له الحكم. ماشي يا باشا. مش عايزين وجع دماغ. ماشي يا باشا. يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي.